البطلة المغربية سكينة كورار تتوج بالميدالية الذهبية لمسابقة التصويب بالدقة في إطار البطولة الإفريقية التاسعة للكرة الحديدية التي اختتمت بالمدينة الحمراء بعد فوزها على نظيرتها التونسية منى باجي، بينما فازت سيدات المنتخب التونسي باللقب في النهائي الذي جمعهن بالمنتخب المغربي. الحمد لله قدرت أنني نربح هذا اللقب اللي بالنسبة لي كان حلم كبير وقدرت أنني نحققه. الحقيقة كان تنظيم رائع بالنسبة للبلد العربي، الأجواء كانت رائعة جدا مع المغاربة أخواتنا، هذا نعرفه من قبل. دونك اليوم توجنا الميدالية الذهبية وفرحانين برشا. نهاية هذه البطولة الإفريقية عرفت تتويج المنتخب السنغالي بلقب الدورة التاسعة للبطولة الإفريقية للكرة الحديدية، فيما عادت الرتبة الثالثة منصفة لكل من المنتخبين المغربي والبنيني. كتعيشوا معنا اجواء الدوره التاسعه من بطوله افريقيه للكره الحديديه اللي استضافها المغرب هنا بمدينه مراكش بالضبط بقاعه الحميد. يعني عرفت المشاركه ديال مختلف الدول الافريقيه والدول القويه بطبيعه الحال اللي معروفه بالشراسه ديالها في التباري. وأفرزت هذه الدورة المنتخبات التي أكملت 12 منتخبا إفريقيا ذكور من أجل المشاركة في بطولة العالم للكرة الحديدية المزمع تنظيمها بمدينة ديجان الفرنسية شهر دجنبر المقبل.